عليك. اهلا وسهلا بالجميع، نمسي عليكم بالخير. حلقه جديده نهايه الاسبوع نتكلم فيها في مباريات دوري فيفا، تحديدا المباراه الثانيه في الجوله الرابعه بعد ما تكلمنا عن مباراه التضامن والجهراء. اليوم ان شاء الله نسلط الضوء على مباراه الكويت والعربي. انتهت هذه المباراه مثل ما قال بطلال ياب هيب العم عماد السعيد 2-0 للكويت. انتهت هذه المباراة. للمشاركة بالبرنامج بإمكانكم الاتصال على هذا الرقم اللي موجود أسفل الشاشة. اليوم راح نتكلم عن هذه المباراة تحديدا من الماني ماتش، بالإضافة إلى لقطات التحكيمية الخاصة مع كابتن عايد الرضان يساري وكابتن منصور أبول في اليمين. ديربي دائما يكون بينهم، إن شاء الله اليوم يمر على خير لأنه بقيادة كابتن علي محمود أتوقع المباراة كانت هادية نوعا ما. وإذا لكم وجهة نظر أخرى اللي بيشارك يقدر يتصل، وضيوفي أيضا لهم وجهة نظر من ناحية هذه المباراة. ترحب بضيوفي داخل الاستديو اليوم في 18 لمناقشة الأمور الخاصة في هذه المباراة تحديدا ومباريات الغد إن شاء الله. كابتن منصور أبو المسي عليك بالخير كالعادة في 18، حياك حبيبي. الله يمسيك بالنور ونمسي على الكباتن الكبار ونمسي على الجمهور والمشاهدين خلف الشاشة. أهلا. ونتمنى إن شاء الله حلقة مميزة. نعم. البعض له مآرب أخرى في هذه الحلقة، ولكن اليوم إحنا لهم بالتصدي راح نتصدى لهذه المآرب حصرية. شكرا كابتن صلاح مرزوق، المسي عليك بالخير محلل 18 يا أبو مشاري ومنور كالعادة. المسي عليك والمسي على أبو خالد، نقول هارد لك، والمسي على الجمهور الكريم. حياك اليوم هذه نبي النبرة العالية اللي تعودنا عليها يا أبو مشاري. دقها سلف شوي. يعني أنت المفروض اليوم طاير من لا أنا بعد. صدارة وبس، صديقي يمي فلازم اكون هادي. اي ما بس ما نبيك طول الحلقة، انا عندي روح رياضية. نعم وما احب. نعم. اللود زيادة مو زين. كابتن احمد خلف ابو خالد مدرب العربي السابق، نقول لك هارد لك الخسارة وحياك الله ويانا في 18. حياكم الله وانا سعيد بوجودي وياكم، خصوصا مع مناصر من زمان مشايخة صراحة. حبيبي ابو خالد، وطبعا الكابتن الكبير عايد الرضان هذا اللي احنا دائما نكشاته، ما قلت شيء اليوم. ابو خالد سعيد وبيوم الجمعة؟ لا أنا سعيد وجودكم بس مو سعيد، يعني قصدنا جمعة سعيد. برضان مسي عليك بالخير حياك الله، ويايين بالمانشيتات الخاصة فيك، لكن دائما نمسي لضيوفنا الكرام، ولكن هو مو غريب صار على عدسة الراي. بفهد كابتن بدر حجي حياك الله ويانا. الله حيك، مسي عليك ومسي على أخواني وعلى أخواننا المشاهدين. حياك الله. الله حيك. برضان عندك حكي اليوم تقوله ولا نطلع بريك وندش بالصلب الموضوع؟ بعد ما نمسي على اخواننا الحضور. نعم. وخاصه اخونا ابو خالد مولر النادي العربي والكره الكويتيه، وطبعا ابو فهد وابو علي وابو مشاري يعني اعزاء وعلى منهم خلف الشاشه، وان شاء الله يستمتعون بجمعه سعيده ان شاء الله. واذا في اذا تسمح لي، اذا تسمح لي اقول المانشيت انا ما عندي مانع. طبعا شلون كيف ما اسمح لك. حلو. خالد عبد الرحمن العميد من غير جمعة بالصدارة سعيد، والعربي في أسفل في أسفل جدول الترتيب. أسفل جدول الترتيب. أبو مشاري يقول لك صح لسانك وصح بدنك ومبروك الصدارة وبس. ماشي، راح نتكلم عن المباراة هذه تحديدا، لكن أسرع بريك كالعادة ونناقشها. أحداث المباراة دائما تكون بشوطين، كل شوط منهم 45 دقيقة كوقت أصلي، وأيضا هناك أوقات إضافية. في لقطات خاصة في المباراة دائما نتكلم عنها، لكن كالعادة أول اللي تعودنا عليه في 18 إن نطلع ونشوف ملخص هذه المباراة ونتكلم عن هذه الأمور، لكن اليوم أنا بعكس هذا الموضوع وبتكلم عن جو المباراة واللي صار بشكل عام. مع أبلش أبو خالد. أبو خالد كلمني عن مباراة اليوم اللي انتهت ب 2-0 للكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني اللي شاهد المباراة اليوم وشاف الأداء الغير مقنع، أنا أعتبره من الفريقين، أيضا الكويت اليوم غير مقنع في أدائه مع أنه في الصدارة الآن. تكلم عن العربي، العربي يمكن بدأ المباراة بتشكيلة أنا أشوفها يعني مناسبة نوعا ما، ولكن في بعض أكو لاعبين يعني المفروض ما كانوا يلعبون، لأنه هو كان مثل كابتن محمد كان معرض لهم الانتقاد في السابق، كيتا ويا طلال نايف. دائما محمد ابراهيم
يعني انتقادات دائما توجه الى هذين اللاعبين الاثنين، وايضا اليوم هم كانوا سبب في الهدف الثاني، يمكن تاخر كيتا في قطع الكره من حميد ميدو، وايضا تاخر طلال نايف في اللحاق باللاعب، يعني هذين السبب من اسباب الهدف. مجملا العربي لم يقدم شيء في جديد في هذه المباراه، مش خلال الشوط الاول، ولكن هناك كانت بعض المحاولات الخجوله جدا، فرصه واحده في مباراه شوط كامل. تكتيك الفريق كان نوعا ما في الدفاع جيد، ولكن من خلال الانتقال الى الهجوم لم تكن هناك اي جمل تكتيكيه، اي تمريرات مميزه من لاعبين الوسط الى لاعبين الهجوم، المسانده من الهجوم، الاطراف ما شفنا الا اليوم بس محمد فريح هو اللاعب اللي كان مميز في خلال الشوط الاول والثاني. ممتاز. العربي لم يقدم شيء. ممتاز. ناخذ بالمجمل ابو خالد، لكن التفاصيل يعني كل كلمه قلتها وكل جمله قلتها لها تفاصيل. نعم. في الحلقه اليوم. نعم. احنا خلينا مجمل هذه المباراه، لكن في نقطه مهمه ابي اتكلم فيها مع ابو فهد في ناحيه لعب طلال وكيتا. كيتا. صحيح. ابو خالد قال اخطا كابتن محمد ابراهيم اليوم، ايش رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتفق مع أبو خالد، أنا أعتقد الأثنين يلعبون نفس طريقة اللعب. يفترض في المكان هذا، واليوم أنت نادي العربي عنده نقطتين من 3 جولات كانت. نعم. اليوم عنده من 4 جولات عنده نقطتين ما زالت، وعنده عدد الأهداف عليه نسبة كبيرة، بما فيه أنت اليوم نادي العربي كان مفروض يبحث عن الفوز في هذه المباراة أو التعادل، لشان أنت تلعب مع المتصدر. إيه؟ مع أفضل فريق اليوم موجود في الكويت تقريبا، نتكلم عن نادي الكويت. إنزين. فالمفروض أنا أعتقد في اعتقادي أن علي مقصيد بعده عن منطقة الخطر، يعني منطقة الخطر علي مقصيد دائما يلعب تحت المهاجمين، أو تتكلم عن لاعب ثاني مع كيتا، أو تتكلم مع طلال نايف، والأفضل كان كيتا علي مقصيد يلعبون في هذه المباراة. طلال نايف مفروض ما كان يلعب في هذه المباراة، لشان اللاعبين اثنين بين عليهم الثقل اللي هم كيتا وطلال نايف. يعني أنت تتكلم عن المنطقة هذه تحتاج لاعب صانع ألعاب مع قوة مع تسجيل. هاللاعبين هذيلا دائما بعيدين عن منطقة الخطر وبعيدين عن منطقة الدفاعية، فأنت ما استفدت منهم لا من الناحية الدفاعية ولا من الناحية الهجومية. اللي تفضل فيه الهدف الثاني أبو خالد، أنا أعتقد كانت المباراة يعني ما بين ميدو وكيتا، ميدو قدر في مهاراته أنه يراوق كيتا، رغم أن كانت كرة مشتركة، التحام وكانت كرة مشتركة يعني بين الاثنين، لكن ميدو تسرع في هذا الأمر وقدر أنه ينفذ الكرة بشكل جيد، قدر أنه يسجل هدف ثاني. أنا أعتقد المباراة انتهت بالدقيقة 24 من الشوط الأول. ممتاز. أبو مشاري، مجمل المباراة، رأيك في هذه المباراة؟ والله رأيي بالمباراة هذه الكويت أخذ نقطتين، ثلاث نقاط عفوا، بس الكويت لا تفرحون وايد، فريقنا يبي له شغل، فريقنا فيه ثغرات، بس فريق الخصم اليوم فريقك فاز يا ابو مشاري. انا ما اتكلم عن الفوز، الفوز يمكن افوز اليوم، بكره راح نكشف، بعد بكره راح نكشف. احنا حد الان لعبنا اربع مباريات من ضمنهم السوبر، الفريق فيه اخطاء وفيه مساحات. ابو مشاري بقول لك شيء للامانه، انا لاحظت فيك شغله، يعني فوز الكويت المباراة اللي طافت هم قلت نفس الشيء، لا تستنسون بالفوز، الفريق ضعيف الحين، يا فوز مرة ثانية. مو ساعات في ظروف تخدمك اليوم. لا. اليوم صار كذا خطأ على العربي، يعني نظرية الثلاث نقاط ما تغطي على الأداء. أنا نظرتي لنهاية الموسم، أنا مو نظرتي أني أفوز اليوم، أنا نظرتي لنهاية الموسم. اليوم أنا عندي في عوامل نجحتني، من ضمنهم حميد القلاف رقم واحد. ايه؟ حميد القلاف اليوم رقم واحد. خط الدفاع اليوم نجوم، اتوقع اللي شفته خط الدفاع تفوق على نفسه، بس بالجانب الثاني حلو. في لاعبين صراحه انا احس قاعد يلعب ضدي. فهد العنزي، يا فهد نصيحه من اخ، صار لك موسمين ما انت فهد العنزي اللي عارفه، انت اليوم قاعد تلعب مع العربي صراحه، اللي شفته اليوم كل كره عندك احس انه عند لاعبي العربي مو عندنا. يا فهد حط المباراة وراجع نفسك، وهذا مو كلامي، كلام كل الجماهير اللي حضروا المباراة، كلام كل اللي قاعدين ورا التلفزيون. يا فهد انت فقدت بريق فهد العنزي، مو هذا فهد العنزي، مو هذا فهد العنزي يا جماعة. انا اليوم قاعد العب ناقص ونقص جمعة، انا اليوم ناقص 2. مشاري اللي يحط المحطة الحين ويشوفك وما يدري شو النتيجة، اني مغلوب اليوم. اني مغلوب، انا نظرتي اللي قدام. ايه؟ فريقنا ما في أداء، قاعد أفوز. ايه؟ وأفرح الحين، بس قاعد أجامل نفسي، فريقي راحي، فريقي بهذلني. ايه؟
فراح يجي فريق يكشفني انا ما انطرها اليوم هذا. بروضان تتفق مع ابو مشاري في هذا الموضوع؟ ما زال الكويت يفوز من غير اداء. لا شوف الكويت طبعا هو يعرف من اين تؤتى الكتف. هو اليوم استغل اخطاء تؤكل الكتف تؤتى الكتف. انا قاعد اتكلم لغه عربيه فصحى. انا قاعد اتكلم ايطالي. انت مو انت اللي تتكلم. ماشي ايه كترول. لا والله العظيم مني ولا كترول ولا شيء. المهم انت حتى قطعت حبل افكاري. تفضل. الكويت يعرف من اين تؤتى الكتف. استغل خطأين من النادي العربي وسجل هدفين وانهى فيهم المباراه بالشوط الاول. العربي هو اللي اهدى الفوز لنادي الكويت. والكويت ليش يتعب حاله؟ مشواره طويل. واليوم جمعه سعيد انقذ العربي من مقصله. كانت المفروض النتيجه ما تكون ما تنتهي 2-0 لو تواجد جمعه سعيد في الملعب، ولكن تصرفها لا مسؤول و كتصرف من لاعب يفترض انه محترف وما وعليه الضربة. وبهذه الطريقة يجب أن يقف عند حده. ما راح ننسى سالفة الخمس أهداف اللي أنت قلتها آخر الحلقة. النتيجة طبيعية خمسة. شلون النتيجة؟ الكويت طبيعية. فاز بالتنظيم الدفاعي والنتيجة. أنا أتكلمك عن النتيجة. أنت قلت لي خمسة أمس آخر حلقة. خمسة أنا أقول لك لأن الفيلم خرب. واليوم تقول لي جمعة هي وخرب الخمسة. هو خرب الفيلم جمعة سعيد. أو خرب الفيلم. إيه؟ ما يعني كمل السيناريو. لو كان متواجد الكويت فاز بالتنظيم الدفاعي. الثلاث خطوط كانت منظمة. وأداء هذا نادي الكويت. حلو. عرف شلون يعني يسير مباراة لصالحه وياخذها. والعربي عشوائي في كل شيء. شكرا ابو علي. حتى هو النقص. شكرا ابو علي. انا طبعا ودي اتجه الى محور اخر، هو محور محمد ابراهيم. إيه؟ ليش؟ لان العربي كان معتمد وجماهير العربي واداره العربي كانوا عاملين حسابهم 80% ان محمد ابراهيم راح يطلعهم من هذه مثل ما يقولون الحفره اللي هم طايحين فيها دور المنقذ. فاليوم المنقذ اليوم بنتكلم بكل شفافيه، محمد ابراهيم ترى ما له يد. شلون؟ اول شيء الجدول لم يخدم العربي في المباريات الصعبة، أربع مباريات صعبة، يعني لو كانت المباريات بالتالي كانت تصير مباريات لم تخدم. اثنين، اللاعبين اليوم ما أدوا حتى يمكن 30% من أدائهم، لاعبين منتهين، كيتا وغير كيتا منتهين، ما عنده خيارات، ما عنده لاعبين. ثلاثة، الأهداف اللي جت هدف ركلة جزاء ما له دخل أساساً المدرب هذه الأمور ولا فيها أخطاء ولا شيء. الهدف الثاني يتحمله كيتا ويا انت يا طلال نايف. فبالتالي الاهداف اللي هي المفاجاه المباغته بهالطريقه ما تخدم المدرب بل تصير عكسيه عليه. بالاضافه الى انت ال- 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 الشغله الوحيده اللي يؤخذ عليها ان محمد ابراهيم موقع مقصيد. انت كباك مكانه انت حكرته وحجزته وقللت من خطورته بالنسبه لاداء الهجومي اللي كان يخدمك. يعني مقصيد لا اداء لا بدنيا ولا جسديا ولا امكانيات كمدافع يخدمك، كان بامكانه يخدمك يعني بالمقدمه اكثر مما كنت تتوقع. ابو علي بس انا على جزئيه واحده قبل اروح حق لقطات مباراه اليوم، انت قاعد تتكلم عن جدول المباريات العربي ما خدم العربي. اي انزين نتكلم خل نفصل. العربي لعب مع القادسيه، لعب مع الجهره كاظمه، ولعب مع الكويت والكويت. اي انزين خلينا نشوف القادسيه لعب مع منو؟ أول مع العربي لعب مع السالمية ثالث مع كاظمة وكاظمة إنزين وباشر مع النصر منو الأصعب فيهم؟ أكيد العربي السوبر مع القادسية والسوبر مع الكويت السوبر مع البداية والسوبر بلشها لأن أنت حطيت أنا أقصد من كلامي شنو؟ أقصد من كلامي إنه هم بعد إذا نتكلم عن القادسية جدول القادسية لا يعني أنا قصدي إذا كان مثلا العربي كان مثلا يواجه مو تقليل من الأندية يعني تضامن السالمية مثلا النصر واجه الجهرة غير واجه الجهرة وخسر لما والجهرة شفت الوضع أنت ناقصين أربع لاعبين ولاعبين على أرضية الجهرة وشفت الأرضية أنت وتكلمنا عن أرضية على الفريقين أنا بس أرد على نقطة أرد على نقطة ما يحمل محمد إبراهيم
الكابتن محمد ابراهيم اي مسؤوليه؟ لا انا مو اي مسؤوليه، ان ما له ذنب في الخساره. خساره اليوم اصلا العربي يتحملها من الاي تو زد. مسؤوليه العرب على فكره مو مسؤوليه، مسؤوليه الكل. اسمع ليش الكل غير فعال؟ هي اي نقطه التحول. الثاني ادى اداء جيد ولكن من غير فعاليه يا كابتن، من غير فعاليه فريق مصروف. خلنا اقول لك، خلنا انا اختصر لك شباب مالي بس عشان اللي عندي توندو ابو علي وابو رضوان. انا بقول لك محمد ابراهيم من الدقيقة تقريبا جيم كامل منذ طرد 57 جيم كامل، اول 5 دقائق جيم كامل صح، لم يحرك ساكنا الفريق نادي الكويت. خسر لاعب واهم لاعب عندهم يعتبرونه. ترجع البنش مو البنش انت خلال اللعب الكويت يلعب من غير مهاجم، فابيانو متراجع، العنزي متراجع كلهم، وتلعب لي باربع مدافعين ولا تحرك ساكنا لتغيير خطة اللعب والزج من المهاجمين او اللعب على الاطراف او استخدام الورضان. لاعب تبديل واحد نزل اثنين فيهم. لا اضطراري اضطراري لما تعور. ليش اضطراري؟ احمد ابراهيم لما تعور نزل السلامي واحمد اثنين اضطراري. السلامي ونزل. لا انت قاعد تقول التبديلين اضطراري. احمد ابراهيم نزل في الدقيقة كم؟ احمد ابراهيم نزل وكان عنده شوط واحد، الشوط الثاني بدل واحد على طول. اي لا مو سوي بداية الشوط. السلامي مكان احمد بالدقيقة 70 وانت عندك الوقت ولازم تزود الهجوم، عندك اساليب ثانيه انك شلون تسحب فريق نادي الكويت، شلون تلعب على الاطراف. هو شنو قاعد يمرنون القلاف كرات عاليه والقلاف متميز عايد قاعد يؤدي الفريق. ما أدى. أوكي خلص. ما ادى لعب عشوائي و لا اختراقات بالنص وزاد الطين بله. اسمع كابتن احمد خلف في هذه الجزئيه تحديدا، قال الكابتن منصور ابو قبل شوي وبرر وحط اكثر من نقطه بموضوع انه ما يتحملها كابتن محمد ابراهيم هذه الخساره. مو ما يتحمل. لا يتحمل محمد، لازم المدرب لازم يتحمل. انت شنو قلت؟ هو ما يتحمل قاعد اقول. انت قلت تخلفنا الاعداء. انت شلت المدرب برا الموضوع اللي ما خدمت محمد ابراهيم. ما اقول ما يتحمل، انا قلت لك وجود مقصيد في هالمكان خطا. من اللي حط مقصيد بهالمكان؟ مرات تغيرون اختيار مدرب واحد. اختيار مدرب حبيبي، ولكن هذه الظروف اللي طاح فيها محمد ابراهيم ما انا فهمت غلط. السؤال من حقه لك. لك ادري لك ما خليك يا صار دكتاتور. لا شوف، هو الكابتن محمد ابراهيم طبعا احنا يعني مدرب حاول انه يغير من طريقه العربي، من اسلوب العربي، عطى فرصه للناشئين، يعني هذا ما حد ينكره. واحنا من خلال متابعتنا للنادي كل يوم قاعد نشوف اداء اللاعبين داخل الملعب، هناك اخطاء، هناك يعني لاعبين ما يخدمونك، ولكن انت على حسب اللاعبين الموجودين متعب. وايضا ما خدم اللاعبين المحترفين. ترى اليوم نادي الكويت فاز بالمحترفين ما فاز كفريق كمنظومه دفاعيه. اليوم الكويت بعد الطرد من اروع ما يجي. نعم، ولكن فاز بالمحترفين ميدو فابيانو هم اللي يعني وهني يبين معدل الفريق. مش قاعد اقول لك يعني انت لو عندك محترفين واحد افضل من كيتا مثلا، واحد افضل من المهاجم اللي عمره يعني انا ما ادري شلون جابوا مهاجم عمره 19 سنه اللي علي خلف وبدر طارق اكبر منه. يعني هذا اللي احنا بالنسبه لنا الناشئين العربي هم اكبر من اللاعب اللي جايبينه وياهم. فاختيار اللاعبين المحترفين هو 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 يعني محمد ابراهيم طبعا هو اللي يدرب، هو اللي يبدل، هو اللي ينزل، يتحمل مسؤوليه يمكن 80 الى 70% هو، ولكن 30% او 40% طبعا من خلال اداء اللاعبين اليوم اللي لم يكن مقنع في الشوط الثاني. يعني المدرب ما اعتقد ان كابتن محمد ابراهيم ما استفاد من الظروف. ما اعتقد ان محمد ابراهيم ما قال لهم لعبوا على الاطراف 100%. فريق ناقص العب على الاطراف. حاولوا هم من العمق ما قدروا، حاولوا من الاطراف ما لعب المركب وين؟ إيه لما ماكو لعب مركب، ماكو ما في، اخترق بالعمق، من العمق وكرات طويله حق يعني حق خالد بوبي. انت هم بعد ما قاعد تحمل محمد ابراهيم. لا حملته قاعد شو ما حمل اقول لك انت قاعد تحملهم اللاعبين. اللاعبين اللاعبين ادوات، اللاعبين هم الادوات اللي تطبق. هم يتحملون اللاعبين والمدرب. يعني اللاعب اللي يعني المدرب اللي بيحط عليه 100% خليه يطلع. شنو المقصد من كلام انه لعبهم بالاطراف ماكو فايده، لعبهم بالعمق ماكو فايده؟ حاول حاول انه هو شنو يسوي اكثر كمدرب؟ قاعد تقول انا حمله بالتبديل. تبديلاته يمكن ابو خالد احط 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 نفسك مكانه. حمد العنزي وينه؟ لا انا كمدرب انا يمكن ما ابتدي بهالتشكيله من البدايه. يعني
يعني كل مدرب خلينا نسمع كل مدرب له وجهة نظر في اللاعبين اللي عنده. يمكن أنا ما أبدي في بدر، يمكن ما أبدي في علي، يمكن أبدي بحسين، يمكن ألعب طريقة 3-5، يمكن ألعب 5-4-1 ضد الكويت فريق قوي، أحاول إني أغير من أسلوب لعبي. محمد من البداية لعب 4-4-2 لأنه محتاج الثلاث نقاط. إيه محتاج، ما يخالف، مو الشوط الأول، مو الشوط الأول أنا أروح أقط عمري على الكويت، فريق الكويت فريق قوي، فريق منافس. لعب 4-2-3-1 يا أبو خالد. يعني هذا 4-4-2 تعتبر، لأن شو اسمه الأردني دائما راح يكون مع المهاجمين، يعني مرضي دائما يكون تحت المهاجم، تحت المهاجم يعني 4-4-1. الاختراقات اللي كانت تصير كلها قاعد تصير بالنص، كلها بالنص، كلها على بالنص، ما قاعد يخدمك. وأيضا لم يخدمه بدر طارق ولم يخدمه علي خلاف من ناحية الأطراف. الكرات العرضية دائما كانت للاعبين نادي الكويت، والكرات العرضية أول حارس المرمى، الكرات العرضية ليش ما نزل باني؟ تصير هذه مين يتحملها؟ ليش ما نزل باني؟ باني موجود شباب. ليش ما نزل باني؟ خلاص راح نكمل الموضوع، راح نتناقش بالنقاط. ممكن يكون تذكير لبعض الجمل الخاصة في 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 النتيجة أو في المباراة تحديدا. ناخذ ملخص الشوط الأول والشوط الثاني ونتكلم عنها أكثر. هو يحب كذي. مساء الخير مرة ثانية للمتابعين، ردينا من بعد الفاصل، شفنا ملخص المباراة العربي والكويت، وأيضا طلعنا بعدها لفاصل نرجع مرة ثانية. أبي سؤال لأبو مشاري في موضوع الهدف الثاني للكويت تحديدا، هل سليمان عبد الغفور يتحمل هذا الهدف؟ هو يتحمل جزء من الهدف، شلون؟ لأن أتوقع أن من شكل الكرة هو طاير الكرة متأخر، الدليل لو تشوفها بالإعادة طاير لها، حتى بالطيران هو متعلق بالهواء والكرة رايحة، هو أخذ برهة الاستعداد إنه يعني تفاجأ فيها، إيه تفاجأ فيها، تفاجأ فيها إن اللاعب حيسدد، لا فكانت باينة بالتصوير. وأضيف لك نقطة جوهرية، فضل. الكرة ارتطمت بقدم طلال نايف وابعدت عن 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 إيدين جسمه سليمان، ولا هو كان رايح للمكان الصح، شوفه ولا رايح للمكان الصح، بس ارتطامها بقدر بقدم نايف خلاها تبعد عن إيدين سليمان. اسمع بومشاري، شوف يعني حتى اللعبة هذه حاشها، لا شوف شاها، لا حاشها والله، حاشة يعني مو ما نقدر نقول، ما تغير اتجاه، ما تغير يعني اذا الكره اذا لامسه اللاعب وما غيرت اتجاهه شو اللي تاخذ حاشة وتغير الحارس لم يقرا. زين يا جماعه خلينا نركز على الكره، لفت الكره لو حاشته اللاعب دز الكره وتركي، هم بعد لازم هم بعد لا تنسى تسديد، يعني لا هم لا تنسى انه كان فيه عنصر مفاجاه بالنسبه حق الحارس، لان ميدو كان في لاعبين اثنين فاتحين له على الجنب، الطبيعي انك تلعبها لهم يعني، لا بس هو فاجئ الكل الأمانة، هو فاجئ الكل بالتسديد واختار الحل المجال يعني حارس مرمى خلاص مع رأيك حق أبو خالد، ما كنا متوقعين يعني حارس مرمى، وخصوصا أنه قطعها بصعوبة، قطع الكرة بصعوبة، ماشي عطى الفرصة. أنت حاليا حارس مرمى، لما لاعب يطوف لاعب وراء 18 أول شيء بالنسبة لي التسديد المباشر، أوكي بس شفت ربعي ده 18 أنا بالنسبة لي اكيد وقوفه كان خاطئ كحارس مرمى، مو مستعد، ممكن هو بعد نقول لك احنا ممكن هو ما كان في الثبات اللي نتكلم دائما اللاعب شو يصير حارس مرمى، يعني دائما يطرف على الاطراف اصابع في وضع حرج، عرفت اساس الجنب يكون له سهل، ممكن هو كان في ثبات من كذي، كانت خطوته يعني سيئه للكره وكانت واضحه، يعني ما كانت بهذيك القوه، بس انا اعتقد اي انا اعتقد ان الحارس يتحمل جزء من هذا الهدف، يعني متفقين ان الحارس يتحمل جزء، يتحمل جزء كبير يعني من هذا الهدف، انا اعتقد انه يتحمل. لا نفس الشيء، نفس كلام اخوي ابو فهد، يعني هو
يقول يمكن صلاح توه يقول اكو لاعبين اثنين بالاطراف فاتحين انا واصل عند دائره الوسط دائره 18 وانا افكر بعد اني انا اروح اعطيه حق الاطراف واللاعب لما انقطع الكره جدم الكره حق نفسه ويا طلال نايف انه يشاركه بيسدد اللاعب فلازم هني يكون سلمان يعني مستعد للكره يعني سلمان يتحمل جزء وايضا مثل ما قلنا اللاعبين الوسط الاثنين هم اللي هم بعد يتحملون الجزء والاهداف طبعا دائما تجي من الاخطاء جزء من اللعبه اخطاء الحارس اخطاء المدافع اخطاء اللاعب الوسط فيعني المشترك الهدف مشترك واغلب الاهداف اللي دشت على العربي هذا الموسم يتحملها سليمان سلمان نعم اغلب الاهداف اغلبها اذا مو كلها اغلبها يتحملها الحارس لا لا طيب معنا سؤال يعني مع كل لا ابو رضوان لا نصير قاسين على عبد الغفور مو قاسين احنا نقول لما تقول اخطاء لا لما تقول لي اغلبها لما تقول لي اغلبها انا بقول لك كلها لما تقول اهداف الجارة ويتحملها لا 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 من اللي نتكلم واهداف السالميه وعيل عيل الحارس هو اللي يتحمل خساره العرب لا لا مو مو محمد هو سبب مباشر انت شفت الكره اللي استناها حق لاعب القادسيه لعبه القادسيه الاسقاط الاسقاط اللي ندى سجل هدف ولعبه الجهره ولعبه كاظم هذا لعبوا العبر العرب كله واليوم يعني هم فرطوا بحميد القلاف اللي اليوم كان عصي عليهم ان يسجلون عليه هدف يعني كل مباراه يتحمل هدف يتحمل هدف كل مباراه ماشي ناخذ اتصالاتنا عندنا جاهز ويانا اخونا انور ما تقي نمسي عليك بالخير حياك الله ويانا امسي عليكم بالخير عزيز وغالي الله يسلمكم حبيبي بس هذا المكان لما هجم الاخ عايد الرضان في اول حلقه في اول دوري قال ان احمد ربك لا تنزل درجه ثانيه انا اشيد على سلام عايد الرضان خديز على اللي كانوا ينتقدونه هاي شغله الشغله الثانيه احنا في مصيبه نادي العربي نادي العربي الفريق تعشش عنده روح الانهزام عاد ما راح يشيل الروح الانهزام لا تقول لي فريق تجدد عليه مدرب ولا شيء لا خلاص إدارة لازم تطلع أنا بس أبي أشوف مجلس الإدارة ليه متها يعني من فشل لفشل وما في أي تصريح ما في أي استقالة ما في شيء الجمهور وصل لمرحلة سيئة يجابل هذا الفريق يعني ارحمونا يا جماعة محمد إبراهيم أقول لك أنت أوتسايد خلاص قسم عظم الأوتسايد أنت لم تنجح أنت خططك لم تنجح مع نادي العربي أنت استلمت القادسية والكويت كان عندك فريق زين إحنا ما عندنا فريق زين المحترفين لم يرتقوا إلى مستوى العربي الفريق عنده روح انهزامية متعشش بالانهزامية ما عنده روح ما في شيء إدارة فاشلة ما في شيء ما في دكاترة في مجلس الإدارة يا جماعة وضع الكويت وضع العربي يجب أن يحل رجالات نادي العربي المخلصين وليس التبع لمجلس إدارة فاشل فاشل بمعنى الكلمة شكرا ما تقي حبيب قلبي ما قصرت سامحنا عطيت الوقت جزاك الله خير شكرا لك ناخذ خالد سعد ألو حياك الله أخي خالد مسك عليك وعلى حضورك الكريم حياك الله تفضل حبيبنا بس في شغلتين أول شغلة يعني محمد إبراهيم لو معاه عصا سحرية ما حي يعمل أي شيء مع نادي العربي نادي العربي ينقصه فيه لاعبين مفروض فيه يعني جلب لاعبين في معظم في من اللاعبين اللي منتهي صلاحية ثاني شغلة السيد عايز الربان هو فاكهة البرنامج أهلا صيفية ولا شتوية بس في عتب عليه أنا يعني لما توقع 5-0 إيه؟ يعني تقول الكويت كأنه عم بيلعب مع فريق درجة ثانية ولا درجة ثالثة يعني كانت كبيرة الرقم النتيجة طبيعية هذا اليوم النتيجة هاي طبيعية بس 5-0 و6-0 يعني بتقول كأنه الكويت عم بيلعب مع درجة ثانية وثالثة وكل الشكر ويعطيكم الصحة والعافية الله يعافيك شكرا اخوي خالد محمد بعيدة حياك الله الله يحييك الو وياك انت على الهواء تفضل شلونك حبيبي حياك الله الله يحييك والله تعبنا والله تعبنا 17 سنه ما تلعبنا شيء ما نفوز على القادسيه ما نفوز على الكويت الى متى والله تعبنا العله وين شلون محمد ابراهيم ما نبي محمد ابراهيم ما نبي بعيدة العله وين العله وين نعم العله وين يبا اللعيبة كلهم اليوم والله قاعدين ولا حد سوى شيء صراحة والله تعبنا إلى متى بس نفوز على الساحل نفوز على الفرق التعبانة عدل أبو عدل
صوت والله الجهاز كله شلون الجهاز كله نعم والله زهقنا والله اليوم تحت انا مرض عندك حل يا وعيده الحل الحل من الصراحه اللعيبه شنو اللعيبه هذه شنو اللعيبه هذه والله العظيم زهقنا تعبنا الى متى الى متى ناخذ دور يعني اتمنى نفوز على الكويت اتمنى نفوز على القادسيه الى متى الى متى شكرا يا ابو عيد والله العظيم الواحد خلاص يعني الواحد يعني شنو اقول لك والله الصبر. والله اليوم قاعد أبكي والله والله قاعد أبكي اليوم مشاعرك واضحة يا أبو عيدة وحرقتك واضحة يا أبو عيدة وأنا بعطيك اللي بقلبك قوله بزيدك من الحلقة تفضل نبي نفرح نبي نفرح والله نبي نفرح صاد والله العظيم قسما بالله اليوم عيالي عيالي قاعدين يبكون عيالي يا الله شنو أخوي وصل رسالتك يا أبو عيدة أنت إنسان محترق من داخلك وصل رسالتك تفضل كيتا كيتا شو سوى لنا كيتا شو سوى يأخذون فلوس يأخذون كل شيء ما يسوون لنا شيء عدل أبو عدل كيتا خدث مرت الفحيل والسامية والغاتي كيتا عندي خدمته بعد نعم شكرا يا أبو عيدة مشكور وما قصرت يعطيك العافية أبو عبد الله أنا والله أبو تركي مساك الله خير مسي عليكم مسي على الكبات اللي معك حياك الله تفضل يا أبو عبد الله قول لي الله يسلمك أبو مشاري إحنا بالنسبة للفريق ترى صعوده والدوري طويل وترتيل الفريق بهدوء الصعود أنا والله بدي أتكلم ويا الكابتن أبو خالد تفضل أحمد خلف اسمعك كابتن أحمد خلف أنا كويتاوي بس أنا النقد اللي مساعد انتقد فيه محمد إبراهيم محمد إبراهيم أول ما ياكم قاعد ياكم قال لكم مو السنة ولا السنة اللي وراها السنة الثالثة ويبكم الدوري أحد البطولات فأنت يوم من أيام كنت مدرب عندك فكر ونفس المجموعة الموجودة إيش كنت يعني بهالموقف اليوم إيش كنت تسوي اللعب صار انحكر بالنص واللعب أحمد موسى قدام ما أدى الواجب الكامل وهذه المجموعة اللي موجودة بنادي العربي عندك ناشئين عندك شيء بالنادي ولا أنك تشتري لواعيب صح وانت مسكهم يا كابتن أبو خالد وتأدي الواجب أم محمد إبراهيم قال لكم ثلاث سنين يا الله يجيب لكم شيء تتفقون نتفق نجاي على الطاولة أعلنها ثلاث سنين وتمثل على خذروني على الحكم علي محمود اليوم ترى نعطيه 9/10 يعني بالأداء لا شنو 9/10 لا شكرا راية يا ابو ظلم العربي لا عشان بس مالح بس راية بس انا ابو خالد ثلاث سنين صحيح لا 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 حكي هذا هذا الاستهلاك المحلي نعم يعني يعني انا بيطلع الاخ جمال او يطلع رئيس رئيس جهاز اذا هو قايل حق كابتن محمد ابراهيم من البدايه احنا نسلمك الفريق وهو قايل لهم انا اجيب لكم دوري بعد ثلاث سنوات هذا كلام خاطئ وغير صحيح لا 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 ولا احد تكلم فيه ولا بس انا اخذت منك يا ابو خالد يمكن محمد تعقيب بسيط لان عندي اتصال هي بعد ما راحت من الموضوع رد الى البناء بس خليتك تعقب عليها لانها أوكي. حاميه أوكي. ناخذ اتصال أوكي. احمد البلوشي الو الو يعطيكم العافيه يعافيك البلوشي حياك تفضل حبيبي اول شيء بارك حق نادي الكويت مبروك انزين ان شاء الله الدوري جاي بالطريق ان شاء الله بس اني نقطه او نقطتين بوجهك صراحه مرزوق يعطي العافيه تفضل انت وجهت اول شيء التهاوك على فهد عنزي فهد عنزي قاعد يلعب ترى محورين يا يمين او يسار او مدافع يعني اكيد في مجهود بدني قاعد يسوي بالشوطين عدو ولا لا صح ثاني شيء الفريق بالعكس اليوم بالذات لعب ممتاز فريق لعب وايد ممتاز لا دقيقه 57 لما انطرد جمعه سعيد فريق نفسه صار مدرب فريق نفسه صار هو مدرب على نفسه تحكم براد يعني لعب باعصاب العربي ليش دائما تستغرب نادي الكويت ولا عشان الاداره هذه يعتمد اداره سابقه انت فاهم قصدي بالكلمه هذه الاداره السابقه اللي نحشت الجماهير السابقه شكرا البلوشي عبد الله العنزي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل يعطيك العافيه اخوي عبد الله صبح لك وعلى يعافيك حياك الله اخوي تفضل اول شيء اتفق مع اخوي عايد الرضان بخصوص على ان كانت النتيجه راح تكون 5 بس خرب الفريق كله جمعه سعيد نعم واخوي اللي عندكم ما يحضر اسمع اللي قال انه النادي الكويت راح ينفضح مع الفرق الجاية كنت صلاح مرزوق نادي الكويت نعم نعسي ترى نادي الكويت ما عنده يعني شيء فني قاعد يعسي صراحة
بس انه مجهود لعيبه هم على ارض الملعب ما في الهجوم التكتيكيه اللي تشوفها هذه ما في اللي يعني بالمقابل اذا جاء نادي القادسيه او نادي الساميه هو اللي راح يعني يكشف لعبنا. العنزي انت تتفق مع ابو مشاري يعني اللي هي بنقطة ان الكويت ينكشف الكويت ممكن ينكشف في الايام الجايه؟ نعم نعم راح ينكشف اذا كان ما تدارك كامل قوته ايه؟ راح ينكشف الكويت لان ما راح يوقف يمكن ممكن الثانية راح يوقف. اخيرا اخوي عبد الله انا اتكلم عن النادي العربي. النادي العربي ما راح يرد. النادي العربي تذكر كلام هذا لو يجيه افضل مدرب بالعالم ما راح يرد النادي العربي لان النادي العربي مو نادي العربي الاولي صراحه. من يوم تنفير لعيبه القدام اللي منهم محمد شراف وهذول من راحوا صراحه النادي العربي لو يجيب شوف الحين كم لاعب مستقطبين من الانديه الكويتيه وين. شكرا للعنزي حبيبي ما قصر بس لان ترى خلص وقتك بس لان في كلام هذا في نقطه يبي يتكلم فيها فعشان كذي نعطي المساحه اذا كان هناك سؤال واضح وصريح راح اجاوب وراح نتكلم عن الملاحظات الخاصه في المتصلين لكن أبي أتكلم عن جزئية مباراة اليوم من أخطاء وأداء تحكيمي مع كابتن منصور أبول تفضل. طبعاً إحنا نحط الحالات نتكلم أول شيء خلينا نحط الحالات وبعدين نقرر على درجة علي محمود. علي محمود اليوم أدى مباراة أدى مباراة أساساً إحنا الحكم نقيسه صعوبة المباراة وأداءه بالمباراة والنتائج أو الحالات اللي كانت تتأثر على سير المباراة. يعني إذا حط حالة تحكيمية كانت فيها سبب مباشر تغيير نتيجة المباراة هني أنا أقيس عليه والله نزل من درجته. ولكن من الحالات اللي شفناها كان أداء ممتاز وإن كانت هناك مثلاً يقيم بامتياز يعني نعم صد. كرت البطاقة الحمراء على طول مباشرة كان المفروض يطلع على جمعة سعيد نعم. أول هدف كان من ركلة جزاء طبعاً ركلة جزاء صريحة وواضحة وعرقلة وعلي محمود قريب من الحالة ودخول علي مقصيد ما كان له داعي. شوف حط القدم بهذه الطريقه وفابيانو اساسا مستسلم فكانت هناك ركله جزاء واضحه. شوف شوف ريل علي مقصيد شلون رايح وبالركبه يعني اعتقد كان قرار سليم من حكم المباراه. اشارك حضور اللي معانا ابو علي قال واضحه في احد عنده تعقيب لا في احد عنده ملاحظه كره القدم هذه يحكم عليها بانها اهمال من علي مقصيد بلنتي صريح والبلنتي فعلا هو صريح. هي صراحه ما ترقى الى البلنتي باستهمال علي مقصيد وذكاء من فابيانو حصل هالبلنتي ممتاز. في تعقيب ما في تعقيب النقطه اللي بعدها ابو علي طبعا روح حق نبي احنا اللقطات الدقيقه 12 الدقيقه 12 عدم وجود ابو علي اللي جاهز ويانا بس لقطات الحاضر ايه انا ولا اشوف الكشاف انا اقول لك هذه شوف هذه الطرد هذه عليها علامه استفهام كبيره انت يا علي محمود اولا هذه تروح تحت بند سلوك مشين وافراط اصلا مو سلوك افراط في استهداف من قوات سلوك مشين فهذه على طول اشهار البطاقه الحمراء على اساس انت يا جمعه سعيد توقف مباراة إذا ما ترتقي إلى لجنة المباراة مباشرة ما هي أطلع الكرت الأصفر وأطلع الكرت الأصفر الثاني عشان يتوقف مباراة واحدة. أنت بهالحالة خليت جمعة سعيد يتوقف صح. مباراة واحدة وهذه سلوك مشين مو إفراط باستخدام القوة لأن الكرة برا الميدان الكرة واقفة انت ركلت اللاعب من غير كره فبالتالي كان على علي محمود اشهار البطاقه الحمراء مباشره. برضان هذا الاستهتار اللي انت تقوله هذا الاستهتار سعيد. والتعالي على كره القدم وعدم احترام لاعبين الخصم ونادي الكويت انا اتوقع انه يكون لهم موقف عقب هذا اللي سواه اليوم جمعه سعيد. اول شيء ترى تل رقبه محمد فريح وبعدين تصرف التصرف هذا لا مسؤول وعليك انذار كلاعب محترف انت عارف ان عليك انذار مو هو يدري عن انذار يدري عن شيء يدري عن المشكله عارف عليك انذار هو جاي طال عمرك يشوف الجماهير ويطر بحاله ولا همته مباراه ولا همته نتيجه ولا شيء نادي الكويت راح ياخذون فيه شكرا ابو رضا ابو فهد اوسع العدسه شوي قاعد نتكلم عن مباريات قاعد يصير فيها احداث ما بيقول شغب احتكاك قاعد تصير صحيح القادسية والسالمية والمشكلة اللي صارت نهاية المباراة التضامن نعم. والجهرة اللي صار أمس بعد صفارة الحكم نعم. هذه على قولتهم مباراة أو هذه اللقطة تحديدا مرت بسلام بسلام نعم. مرت نعم. على خير صحيح كان ممكن تصير كارثة بعد هذه اللقطة هو صحيح يعني شوف اللقطة هذه يعني أنت فريق فايز 2-0 وماسك المباراة وأنت ترك اللاعب في هذا معناته في عندك استهتار كلاعب
أنا في رأيي الشخصي إدارة نادي الكويت لازم توقفه مو ثنتين أربع مباريات في رأيي الشخصي. ليش؟ لأن هذا لاعب مستهتر، اليوم فريقه فايز وهو كأنه خسران. إيه؟ لو بكرة نادي الكويت كان خسران شنو بيسوي هذا اللاعب؟ يعني صحيح أن أنت تكسبني لكن بنفس الوقت تخسرني. يعني أنت اليوم قاعد تستهتر في مباريات مثل هذه، يفترض أن اليوم نادي الكويت ممكن يأخذ في نتيجة كبيرة على نادي العربي، الفوضى الموجودة في نادي العربي، الفوضى الموجودة داخل الملعب. لكن أنا أعتقد جمعة سعيد يعني لو بترد تقول له ليش أنت سويت العمل هذا وما له داعي، يعني أنت أصلاً ماخذ انذار ماخذ انذار كان ممكن نقطة تحول تكون ممكن في المباراة يعني ممكن تغيير النتيجة. الحين أشار العقوبة العقوبة هي مباراة واحدة لكن ممكن لجنة الانضباط تدخل فيها وزي فيها عقوبة. بس شوف لا مدام بس لحظة أنتم كلامكم بهالطريقة هذه شكم قاعد سيرون الموضوع إلى لجنة الانضباط بهالطريقة هذه. لا لا ما يخالف انتوا الحين قاعد تهيجون الراي العام ان جمعه سعيد مفروض يروح الحجه يوقفون اربع كاداره. الحكم اتخذ قرار اي قلنا اخذ قرار الحكم اتخذ قرار ابو شاري وانتم على كلامكم ان تقولون ما صار في احتكاك اللاعبين لان الحكم اتخذ قرار سريع. هذا تكلم انا بعدين ابو شاري صل على النبي نناقش موضوع نفتح وممكن هي بس انتوا قاعد تحولون الموضوع الى لجنه انضباط. كلمنا لجنه انضباط احنا قلنا لهم انتوا قاعد تحولون الموضوع الى لجنه انضباط. كلمنا انتوا كلامكم هذا الحين شكم قاصدين لازم يوقف اللاعب بالاربع بست بست وانت تكلم لجنه الاستئناف. هذا حدث بالملعب والملعب والحكم اتخذ قرار اداري. بقول لك نقطه مهمه انتوا تقولون المفروض لجنه الانضباط تطالع القرار هذا. بقول نقطه مهمه في بدايه الشوط الثاني فريق الكويت ليش تاخر عن النزول في ارض الملعب؟ ليش؟ ليش السبب؟ ما شدرنا احنا؟ لانهم كانوا في غرفه اللاعبين والمسؤولين عن اداره الفريق متواجدين معه وقاعدين يحرصونهم وينبهونهم لان نتيجه 2-0 اخطر نتيجه في عالم كره القدم. زين ها؟ وهذا دليل على حرص مجلس الاداره والقائمين على الفريق انه ان ان يتابعون كل كبيره وصغيره. ويجي الاخ هذا جمعه سعيد يتصرف التصرف اللا مسؤول كانت نقطة تحول لو أنه مستغلها محمد إبراهيم يعني كان قرب النتيجة على نادي الكويت. بس لا حياة لمن تنادي وفاقد الشيء لا يعطي. أنا بس بقول شغلة يعني أنا مستغرب من انفعال بمشاري على هذه السالفة. لأن أنت مخلينا الحين لجنة الانضباط أوكي لجنة الانضباط ما يخالف دخلها ما يتحدث بمشاري قلت والحكم اتخذ قرار ماشي بمشاري خلاص إداري خلاص شكرا بمشاري نسمع رأي أبو علي. إحنا جايين البرنامج هني بنتكلم كل شفافية ما يهمنا لا جمعة سعيد ولا غير جمعة سعيد. إذا أنا أقعد هني وما أتكلم بكل صراحة بكل وضوح يا لجنة الانضباط ويا حكم المباراة إذا أنت مو كاتب تقريرك ويا لجنة الانضباط إذا أنت ما تتبع حالة جمعة سعيد ولا غير جمعة سعيد ليش هاي؟ ياي عشان أنا خايف أقول والله تعال يا لجنة الانضباط يا لجنة الانضباط. أنا قاعد أتكلم ترى أنا أقصد أنت توقفون أنكم توقفون جمعة سعيد ثمان مباريات مو هذا شغلي. أنا ياي أوعي أنا ياي أوصل رسالة. إحنا شغلنا كتحليل نوصل رسالة. هذا اللاعب عليه واحد بطاقة حمراء مباشرة، اثنين حكم المباراة المفروض يكتب فيه تقرير، ثلاثة وهذا الكلمة لم يفرض يكتب فيه تقرير لازم هذا الكلمة اللي تتحول على لجنة لازم هذا قاعد يوعي الناس هذا يعني هذا شعوري ريال هذا شعوري وانا بعد حكم ما هذا لما انا اوجه الى لجنة الانضباط اذا انا قاعد ابي عقوبه بهالولد اللي تقول اربع لعبات مو معناه لعب. انا جايب لاعب محترف ومكلفني انا جايب لاعب هاي خالد ما يخالف في عقوبه الحكم اتخذ في عقوبه اداريه تبدو صور قبته اداريه ما يخالف هذا قرار اتخذ في عقوبه اداريه خاطئه الحكم اتخذ في عقوبه اداريه خطا بس خلاص اتخذ عقوبه اداريه والولد طلع برا الملعب. انتوا الحين بتوصلوا موضوع إيه احمد ربك هذا اليوم مباراة العربي مو مباراة فريق ثاني انت بس احمد ربك انت العربي سيئ صدق لا لا العربي ان اوادم محترمين اللاعبين سكتوا ما راح ولا واحد طقه لا لا ما له داعي لا لا شلون لا لا, لا لا تدري ليش رافس اللاعب برا الملعب تدري ليش لان الحكم اتخذ قرار صح غلط غلط اتخذ قرار ما خلى حد غلط مشاري انت توك قبل شوي شنو تقول القرار السريع من الحكم انت شنو ما خلى غلط تسمعني ابو مشاري تفضل ما دام فضلك انت قبل شوي شنو تقول تقول ترى حركه جمعه سعيد كانت تصير مصيبه وراها قلتها ولا ما قلتها معاك بس قرار الحكم الصح بنفس الوقت غلط ان اخذ قرار هدى الموضوع. لو الحكم متاخر ايه؟ باتخاذ القرار الاداري
كان يمكن نشوف في مشاري ضربة لا اله الا الله لا اله الا الله بس وصل يا جماعه لا لا دقيقه لازم احنا نقول سرعه قرار الحكم سرعه قرار الحكم سرعه قرار الحكم نفس اللقطه لا لا بس دقيقه احنا مو متحاملين على الكويت ولا على جمعه ولا غير جمعه هذه الحاله لو صايره مع جمعه انا اقول للجنه الحكام اللاعب اللي تهجم على جمعه وقفوه 18 مباراه على الحاله الحكم اخطا انت بال 18 الحكم اخطا الحكم المفروض يشر البطاقه الحمراء الحكم اشهر بطاقه الصفراء بعدين طلع الحمراء ابو فهد كان لا هذه توقف مباراه هذه جريمه توقف مباراه عشان اطلع بعد نعم لما نكون محترفين برا شو لازم يكون لاعب مو لازم يكون قدوه نعم هذا قدوة حسنة لازم يكون أول شيء ثاني شيء المحترف لما يخطأ هالأخطاء هذه كمحترف ومو كهاوي شنو يتعاقب برا عنده خصم في راتب أول شيء خصم راتب يعني أنا بخليه لا مباراة واحدة وأقول له لا تأكد إنه راح جمعة راح يسويها مرة ومرة ثانية هذه الأمور الإدارية موجودة والانضباطية عندنا بالنادي أخذ اللقطة اللي بعدها موجودة ما بيتكلم فيها بزيادة أخذ اللقطة اللي بعدها اللقطة اللي بعدها من اللقطات التحكيمية الخاصة في هذه المباراة إيه؟ هذه شنو؟ هذا ابو رمضان تفضل شوقي مع والتحام لا التحام عادي في عالم كرة القدم انه حاشة بس من غير تعمد ولا شيء فهد حاول يلتحم وياه وحاشة مو كوع له؟ لا 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 مو كوع لا لا كوع حركة عادية طبيعية ما فيها اي شيء اي بس اللاعب ما يرفع ايده فوق انك بتركض ما تركض بطريقة ترفع ايده فوق ما لا هذه حركة طبيعية حركة اليد ايش معنى جمعة لما يسويها يحمي نفسه بايده؟ احنا جمعة سعيد مشهور انه يحط ايده كما يقول شوف كوح ولا قاعد تكوعون ما حد يحاسب يا كابتن احنا على اللقطه يا جماعه احنا ناخذ لقطه بلقطه وبروفيشنال نتكلم عن هذه اللقطه بس حركه طبيعيه هذه حركه طبيعيه ما فيها ايش انا والله اقول عايد اللي حاط الحاله هذا انا حاط حاله ما احطها لانه ما تستحق يعني عايد ما قال حالاتك ما لا يعني حاطها وقال لك انه ما تستحق يعني ما تستحق توافق عاديه تعارض ايوه يا وياه ليش حاطها ما ادري اشتراني اللي بعدها شنو اللقطات اللي بعدها شباب ناخذ لا 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 ها ماشي تطلع ويانا تطلع ويانا اللقطات الجايه طيب انا عندي لقطه ناسيها لا مو ناسينها قاعد يجهزونها الشباب عندنا سؤال للجميع اللي يبي يناقشه بعد الطرد خلينا نتكلم عن جزئيه الطرد بعد الطرد منو اللي استفاد من هذا الطرد الكويت ولا العربي جمهور العربي اي والله جمهور العربي استفاد من هذا شلون ان الكابتن محمد ابراهيم الحين او اللاعبين بيغيرون اسلوبهم بيغيرون طريقه لعبهم بيصير عندهم الحماس اكثر بيصير عندهم النشوه الهجوم نقطه تحول نقطه تحول في المباراه تعشم ما استغلوا اي يعني انت لازم تغير هو غير محمد بصراحه غير اثنين ما سوى له شيء غير الى الاسوء يا ابو خالد مو هذا قاعد اقول لك غير طلال نايف يلعب قلب دفاع علي مقصيد يلعب باك شمال هو هذا طلال نايف يمكن اضطراري كان يمكن هذا احمد خضر تعور ما له شغل اي طلع في المباريات كلها اللي لعبها نادي العربي ما عدا مباراه ما تشوف الشباب متحاملين على محمد ابراهيم شوف هو احنا ما نتحامل لكن نقول في شيء في نادي العربي نادي العربي ما يطلع بهالسوء يعني انا اقول محمد ابراهيم لازم احمله جزئيه من المباراه ليش اليوم انت تلعبت اربع مباريات في مدة شهر أو أكثر من شهر مباراة الأخيرة تقريبا صار 10 أيام واقفين أسبوعين واقفين يعني أنت 10 أيام أنت تتكلم عن أربع مباريات ماخذ نقطتين منو بحمل مسؤولية أكيد بحملها المدرب أنت طالع معسكر معناته إذا طلعت معسكر لعبت في مباريات ودية هناك ولما رجعت في المعسكر خسرت أول مباراة خسرت ثاني مباراة زين خلي كل شيء يقول لك الجدول ما خدم بالمباريات الجدول ما يقول جدول المباريات ما جدول على الكل جدول المباريات حق لاعب كرة القدم لا يمكن يقول انا عندي الجدول ما يخدمني انا لاعب كرة قدم ما لي شغل في الجدول المباريات اللي تكون عندي القادسية العربي كل مباراة بوقتها انا ما لي شغل في المباريات انا عندي جدول مباريات والمدرب يعب هذا الموضوع انه عنده جدول قدامه وعنده زمن معين انه يبين على الاقل خلينا نقول شكل مباراة شكل فريق هوية ماكو شكل فريق يعني محمد إبراهيم لا حمله مسؤولية لاعبين شو ما حمله نادي العربي معقول يطلع بهالصورة لا نتيجة لا أداء لا روح معناته في مشكلة كبيرة أنا هني مكانك أنا مكانك لما سألوني كان علي الصالح محمد الصالح ويا محمد الصالح اللي أنا قال لي إيش رأيك بكابتن محمد إبراهيم إنه يا أبو العربي نعم كنت هني بهالمكان نعم اختيار مناسب مكسب واختيار مكسب للعربي لأنه رجل توسمت فيها الخير
يعني بطولاته وصولاته وجولاته مع الفرق ومع هذا يعني احنا توسلنا غير، ولكن اذا اخطا انا احطه بعقب على الطرد بس ان الفريق لعب ناقص بعقب عليه ان منو استفاد من هذا الطرد. انا اتكلم ان خبره نادي الكويت انه يلعب ناقص هذه مرة عليه كثير وقاعد تبين بالمباريات. احنا اخر لعبه اللي فيها ثلاث نقاط المشكله الثلاث نقاط اللي انطرد الهاجري نعم. هم الكويت صمل تقريبا تعود على النص ساعه 40 دقيقه اي لعبت كاظمه نفس الشيء نفس الشيء مرت على نادي الكويت امور كثيره انه يلعب الجيم الثاني ناقص من 35 الى 40 مرت عليه مع السالميه ومع كاظمه ومع العربي متكرره يعني. فصاير في عند اللاعبين في رصيد خبره وليد علي في رصيد خبره في رصيد خبره عندهم بعدين هذه شلون يتصرف فيها بمشاري هذه نقطه كنا يلعبونها فيها المدربين اي والله بعض المدربين يلعبك ناقص ولعب الفريق اللي ضدك كامل كامل هذا طبعا ليش ان اللي يلعب يعرف اكثر ليش ان احنا لعبنا كره قدم كان المدربين يحملونك مسؤوليه ان فريق مثلا ناقص اثنين ظروف. انت كفريق ناقص اثنين شو تسوي في المباراه هذه شلون تقود هذه المباراه فهذا يعني استفاد منها الكويت استفاد منها نادي الكويت بس نادي الكويت يفترض انه كان يبدل قبل هو بدل بالدقيقه 67 تاخر طبعا تاخر بقول نقطه على هذه كلمه ابو فهد نعم كات رايت مدرب نادي الكويت قبل كان يبدا المباراه بعشرة مباراه رسميه يبدا بعشرة شلون ما تصير لا يصير مع اي فرق برودان يعتمد ها المهم انه كان يبدا بعشرة جرك تخيل مشاري انا لاعب الحين معك ترايد اي دريت انه يلعب بعشرة زين اوكي بس المعلومه شلون وصلت لك مو صح انا شايف اللعب مباراه بعد يعني مهيت مباراتك في حيل ويطالع اللعب مشاري صدق المعلومه هذه ولا لا حصل معانا بس مو كل مباراه لا اقول لك مو كل مباراه مو كل مباراه يبدا مو كل مباراه ليش بلش بعشرة يبلش بعشرة مثلا يعود اللاعبين لا مثلا لاعب وضع كلامه للخطة قاعد يسولف ولا كذا في احتياطي نزل زين وهو حاط التشكيلة عارف ينزلنا احنا عشرة ويقعد هذا عشر دقائق يخليه كعقوبة كعقوبة ايه. عارف ايه. كعقوبة ايه. مرة تصير ايه. لا أغلب أكثر من مرة مو طريقة يعني لا لا مو طريقة مدرب لا لا طريقة مدرب لا لا هذه عقوبة هو عقوبة أقول لك عقوبة بالمدرب أنا أقول لك مدرب كان بيعود الفريق أنه يلعب ناقص ولعب إن هذا اللي برا عشر دقائق زين في تدريب عشر دقائق برا أبو تركي العشر دقائق برا أنتوا اللي بالملعب شيلوها على نحمل اللاعب هذا احنا نحمل الحمل هذا على اللاعب اللي تعاقب احنا نعاقب اللاعب حلو اللقطة اللي بعدها شكرا على حلو ماني انت ماشي أبو علي اللقطة اللي بعدها خلينا نشوفها يا صاحبي لقطة عايد ولا لا؟ لا روح يعني على حسب شوف من الحكم انت ولا عايد؟ ديربي بيني شوف طبعا هني خل عايد يقول صوت لا 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 ابيك انت انا طبعا شوف الحالة هذه الكاميرا واضحة والكاميرا الأمامية اي تمثل لو كان لو كان شوف أول شيء بلنتي ولا لا؟ لا ما فيها ركلة جزاء ولعبة عادية والأصل مو الارتيتقي هنا التحامه انت كلاعب فريح قاط انت رامي شوف شوف شوفيني شوف فريح شلون هو يقط روحه قبل لا توصل الكره والكره لو فريح ثابت وواقف واللاعب كان ساقط عليه اقول لك ركله جزاء صريحه هني اللقطه الاماميه شوفيني شوف 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 الكره فوق بعيد عنهم اصلا فريح اوريام يرمي حاله الى الامام على اساس انه حاول اللاعب يسقط عليه فبالتالي ما فيها ركله جزاء وقرار سليم علي محمود والمراقب والمساعد جدًا بعض قاعد يشوفون الحالة وقراءته سليمة. ممتاز كابتن منصور أبو يقول هذه مو بلنتي كابتن عايد الرضان. حنا 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 حنا. بلنتي ولا مو بلنتي. شودرنا ودر التحكيم غير أفكار منصور وربع منصور. أوف أوف ليش؟ هذه اللقطة شن هو؟ فهد العنزي عاقب محمد فريح يعطون لي الكره ولا لا عاقب شلون عاقه قفز على ظهره لا لا شلون عاقه وهو امامه خلنا واحد يا جماعه واحد محمد فريح محمد فريح ما في سيطره خلنا نتسولف يا اخي يا اخي خلنا نشرح الحاله عشان ابين لكم انتم شنو مستوى التحكيم اشرح تفضل يا ابو رضا الكره في حوزه محمد فريح ما له مو حوزه لا 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 مسيطر عليها وين حوزه ما يصير يا ابو لا كلمه حوزه لما يقول حوزه مو حوزه هذه ابو مشاري مو حوزه يا اخي تكلم بعدين عقب يلا يا ابو رضا مو حوزه الكره رايح لها محمد فريح عشان يستفيد منها كره فوق هذه جاء فهد العنزي وقفز على ظهر محمد فريح وآقه من الوصول الى الكره وفي داخل خط ال 18
هذه بلنتي بوطير. وانا لفهد العنزي وهذه نقطه التحول بالمباراه وهذه جريمه علي عندي. علي محمود ابو خالد اسمع منك ان ما عنده الشجاعه شكرا شكرا برومو مثل هالبلنت الواضح للعيال ابو خالد. والله شوف هي اللقطه يعني يمكن عندي رايين الحين كابتن منصور ابو علي. انا ما عايد انا ما عايد انت مع الحد اي مع الحد مع الحد وانت مع الفتوى انت مع الحد اول انا مع العربي وانت مع الفتوى ما في شيء ليش ما تخلي نتحجى نتكلم احنا الحين تفضل تفضل كابتن احمد اللي يفصل بدر حجي فانا اقول هاي ركله جزاء واضحه مثل ما قال اخوي عايد. انا اقدر واحترم كابتن لانه يمكن ما كان في الملعب احنا هني الحين نقول احنا كل شيء مره انت تقول لمسه يد يقول بلنتي عايد يقول مو بلنتي تصوير هي وجهه نظر صح. لكن هذه اعاقه تقدم اللاعب الى يروح الى حق الكره طاير بالهواء وطاح له طبعا طبيعي ان محمد يزد يبي 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 بلنتي لا ما نشرط ان فهد العليزي متعمد ممكن انا إيه؟ من غير تعمد خل اعقب على الحاله اعطي كابتن منصور تعقيب على هذه الحاله إيه؟ واطلع منها فاصل تفضل دقيقه احنا اول شيء لما نقول حوزه لما تكون الكره بحوزه اللاعب آه. يعني الكره تحت ليله يعني الكره مسيطر عليها يعني الكره رايح باتجاهها الكره جايه الا قاعد يشوف حوزه الكره رايح لا 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 الكره بالهواء افرح من الكاميرا الاماميه افرح يسقط روحه قبل لا يله اتجاه عنزي فبالتالي سقوطه شوف الحاله شوف 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 فريح رايح الكره يا جماعه هو فوق شوف فريح صنعتها عشان ما حال يعقب عليها اللي قبلها هذه تبين اكثر من اللي مساها شوفها هذه اللي تبين اكثر هذه اكثر من اللي مساها شو رايك الصوره رايحه برا الكره تبين ركله جزاء الثانيه لا طبعا بس الاولى احنا لما نتكلم عن علي محمود ترى هذه بعض المرات يعني شوف احنا قد مره نعيدها مره ومرتين ثلاث ويلا تشوف اللقطه بين ايه بين لا زين انا اعتقد باللقطه الاولى فيها ركله جزاء فيها باللقطه فيها طمر على محمد اللاعب طمر على راح استند على اللاعب الاخر عرفت شلون فقد نفسه بالهواء لا بس بدر بس استند وانا قال ثلاثه يقولون بلنتي واثنين يقولون التحام الطبيعي ان الكره لحد الان مو بحوزه احد والكره ردينا خلاص النقاشات اللي تحت الهواء ما تنقال مو ما تنقال ما تزيد وتتناقش اكثر على الهواء عندنا تقرير خاص لجماهير العربي خلينا نشوفه ونرجع مدرب محمد ابراهيم ما يلام ولا الجهاز اللي انا ما قاعد ادافع ترى انا لاني مع يعني انتخابات لاني مع جمال ولا عزيز انا ريال احب العربي وتسجيلي بالجمعيه العموميه على قولتي بديناري ما حد مسجلني لكن انا اتكلم عن المبدا جهاز الاداري والفني شو يسوون عطوا كل شيء كل اللي عندهم رغم ان الاتحاد قبل تقريبا 10 ايام قال لك سجل محترفين يطالع يمين ما في يطالع يسار ما في لاعبين ما في كسروا ثلاث عقود ترى هذول بعد مو لاقينهم كاسين عقودهم شوقي وبوبي ومرضي كاسين عقودهم يابوه لكن هذا الموجود يعني لو كان مثلا عندنا احنا مهيئين مثلا وماخذين محترفين وراحين فيهم معسكر كنت الوم محمد ابراهيم اقول له انت جاهز خذيت محترفين معسكر لكن ما الوم المدرب المدرب شو يسوي احمل سلمان عبد الغفور مسؤوليه رابع لعبه مو موفق انت شلون تخلي حميد قلاف يروح منك محمد ابراهيم طلب من كاظمي قال انا حميد قلاف ابيب الفريق وكاظمي صرح بالجريده قال حميد قلاف عرباوي ما يطلع حميد قال الله فخرت عن الفريق وبذلك انت كل ادوارك مع القاسيه مع الجهره مع الكاظمة ترى سلمان عبد الغفور يتحمل المسؤوليه عربي مستوى سيء محمد ابراهيم يستحق افضل من العربي ويروح القاسيه رد القاسيه انا اليوم كرهت العربي بسبب لاعب واحد سليمي سليمي هذا لاعب تعب اليوم هذا جسم لاعب تعب اليوم وين حمد العنزي وين لاعب الشباب اللي خذنا مبارك يونس ما في روح ما في لعب ما في تكتيك لاعب مطلوب من نادي الكويت لاعب مهم ولا هجمه بالاطراف بالعمق يعني لمتى جمع سعيد ما اخذ راحته بالدوري الكويتي طق باللاعبين قاعد يستخدم ايده قاعد يستعمل اللاعب هذا المهاجم قاعد يستخدم ايده والله خلي يطلع لي واحد يقول لي لا اوكي مهاجم ما قلنا لاعب زين لكن قاعد يستخدم ايده خلي لا يستخدم ايده ولا شيء صفر على الشمال قاعد يستخدم ايده شوف اداء اليوم محمد ابراهيم يتحمل ولا عبيد يتحمل وكاظم يتحمل العام فوز ابراهيم مرحمه ثلاث لعبات طقوا طق فوز ابراهيم
يا البلام انت قايل لي انا فوز ابراهيم مو زين، يا البلام انت بكبرك قايل لي شخصيا فوزي مو زين، فوزي مو زين، يا بلام وينك تستحي ما تطلع حق الجمهور؟ يعني معقوله تتخلي فراس تجيب لي بوبي؟ حتى المحترفين ما سووا ولا اضافه، اللهم بس محترف الدفاع اقول لك زين، لا كيتا زين، لا مرضي زين، لا بوبي زين، ما في فريق، فريق ما عندنا، هاي مش احنا الحين قاعد نفكر ان لا نطيح درجه ثانيه معود، لان التضامن ثلاث نقاط، انا نقطتين والكويت عشر والجهر رصيد، احنا انا قاعد افكر ان ما اطيح درجه ثانيه، يبا يا كاظم ما ابي دوري بس لا تروح درجه ثانيه معود. محمد ابراهيم تيجي تقول لي والله مو مدرب، لا راح الكويت يا بطوله، راح القادسيه ماكو اختلاف، اي نادي قاعد يروح له يروح البطوله ياخذ بطوله، اليوم انت بالعربي فريق ما في، فريق ما في روح، للامانه فريق ما في روح. محمد ابراهيم يستحق اكثر من العربي، يستحق اكثر منه. ايوه العربي محمد ابراهيم مو مستوى العربي كلش. سلام. شكرا للجمهور اللي شاركنا رايه في هذه المباراه تحديدا او بعد نهايه المباراه في 18. كابتن احمد خلف، جمهور العربي خايف من يطيح درجه ثانيه، والله من حقه، يعني انت الحين كم لعبه لعبنا والله نسينا، اربع مباريات 12 نقطه تاخذ نقطتين، يعني وضع خطر جدا، باقي لك 17 يعني احنا نتكلم في القسم الاول باقي لنا يمكن ثلاث مباريات. يعني اذا وانت خايف مثلهم خالد؟ طبعا انا خايف، ليش ما اخاف؟ كشعور حاصل الوضع غير صحي في الفريق، يعني الفريق يعني انا اعتقد انه راح يموت، مو يتمرض، راح يموت. مو مبكر الحكي هذا، لا مو مبكر، لا المباريات يا كابتن، المباريات تناقص، مباريات تناقص، اربع مباريات انت متعادل في ثنتين وخسران ثنتين، حلو كبدايه، وين 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 النتيجه الايجابيه اللي المفروض تجيبها كفريق حق فريقك؟ يعني اوكي عندنا اللعبه الجايه مع السالميه، تعادلنا مع السالميه زين، خالد الحل وين؟ الحل منك شو الحل؟ شو تشوف؟ والله الحل، شوف الحل، مجلس اداره هو في البدايه او رئيس الجهاز او نائب رئيس الجهاز في البدايه انهم اختيارهم للاعبين المحترفين، الحين بيحط لي عذر انه والله احنا نزلنا كتاب ويانا الكتاب متاخر، انه انتم يصير ما في وقت، انت المفروض من الاول يجهز نفسك، نعم. عندك لاعبين محترفين حاط عينك عليهم، نعم شالوا تشتغل، لازم انت من شهر ثلاثة بس ما تشتغل من شهر تسعة، ما راح ينطرك، راح يوقع ويمشي، لا كل لاعبين وايد فيه، يعني انت مثل فراس الحين، ايه فراس ليه يمكن قبل ما يوقع مع القادسيه احنا قاعد نلعب مباراه وديه مع السالميه، وانا قاعد يم تركي يقول لي احنا باكر بنوقع مع فراس، لاعب الزين يروح، اي فراس كان موجود، نعم ما وقع متاح قصده، فراس كان موجود مثلا، اكو ناس تعارض فراس واللي يبي فراس واللي ما يبي فراس، ولكن الفريق مريض، الفريق العربي الان مريض، العنايه المركزه ولكل مرض علاج، العلاج يبي له وقت، العلاج يبي له انتوبايتك، ما عندك انتوبايتك، صبر صبر صبر، تدري العلاج شنو الحين للعربي؟ راح تسمع الاسطوانه الجديده، ولا زال العربي يبني لثلاث سنوات، لا مو حاجة عربي، مو فريق العربي، بنيان عريق، نعم. شوف انا اعتقد في مبالغه في ان سقوط العربي درجه ثانيه، طبعا مستحيل، انا مو استبعدها نهائيا، مساله ان العربي يطيح درجه ثانيه مستحيل، انا اعتقد بان هناك ثلاث مراحل، احنا تو احنا اربع مباريات، بعدين في القسم الاول والثاني والثالث، فاعتقد ان العربي راح يتطور، راح يتغير، اكيد محمد ابراهيم طبعا ما راح يظل كذي طالع الفريق وهو قاعد ينهار بهالطريقه، لازم في له قراءه، لازم له شغله، لازم له اداء، لازم يغير باللاعبين، لازم حتى اداء اللاعبين ورتم اللاعبين ولعبهم وطريقه اللعب راح تختلف مع الوقت، فاعتقد مع الوقت انا من هني اقول لك وتذكر الكلام، العربي راح يقدم مستوى بس خلال المباريات الجايه، مو انا اقول لك متى التنقلات الشتويه اذا العربي ممكن ما يجيب ثلاث محترفين صح وينزين، ويا ابو علي ويا ابو خالد شو ترد على انور متقي اللي قالك الروح الانهزاميه تمكنت من النادي العربي؟ يا اخي خلاف الاداري، شوف احنا لا بالفريق، لا طبيعي تمكنت الروح الانهزاميه، والله ما يطلعها من القاع، وطبعا مو شخص مو دكتور وهو اساس شخص، واحنا ناخذ الكلام عرباوي، هذا معتب اللي يكون عرباوي ولا غير عرباوي، شنو عرباوي معتب دكتور شخص العالم خلاص، يعني ناخذ تشخيص انت قد تساوي، تبي ترمي العربي في التهلكه، انا قاعد اقول هالكلام، الخلاف اداري، الخلاف اداري خاصين منه، ولكن محمد ابراهيم راح تروح تصير بصمه وراح تشوف انت بصمه بسقوط النادي العربي. اسمع كابتن بدر، في نقطه، العربي صبر على فوز ابراهيم، نعم
ما صبر على محمد ابراهيم ما اعطاه وقت لكن اليوم احنا قاعد نشوف الكابتن محمد ابراهيم اذا في تطور من وين اذا لاعب محلي ماكو شلون تصير في تطور يعني انت اليوم احسب اللاعبين اللي اليوم لعبهم مع النادي العربي اربع مباريات افضل لاعب منه كان محمد فريح محمد فريح نجم افضل فريق. لاعب اليوم أفضل نعم. قدم في اربع المباريات حاول مسكين بس ما والبقيه اليد ما تصفى مو موجوده لا هو محترف ولا هو اللاعب الهاوي ولا حتى المدرب كذلك انا اشوف ان الفريق اليوم النادي العربي يحتاج الكثير ما يحتاج شيء يحتاج اشياء نعم اليوم النادي العربي عنده جمهور يموت اي والله يعشق لكن للاسف الروح اللي عند الجمهور اكثر من اللاعب اللاعب ما اعتقد يبكي مثل ما يبكي الجمهور مو قاعد يحسون مسؤوليه بصراحه مسؤوليه اليوم النادي العربي اليوم انا اعتقد وانا اقولها بصراحه لا يزعلون يعني بصراحه الكابتن خليل بلام مدير فريق والكابتن محمد ابراهيم انا اعتقد يعني لما انت تطلع في برامج يعني يفترض انا اقول ان المفروض ما كان يطلعون في البرنامج اثنينهم على كرسي واحد اثنينهم على كرسي واحد انا مدير وانا مدرب ما يصير مدرب يطلع بعد التمرين يروح يحلل المباريات او يقعد يتكلم في مواضيع يتكلم في مواضيع الانديه لازم انت تشوف شغل أسئلة صعبة. انا مو اتكلم بس على كابتن محمد مو بس كابتن محمد انا اتكلم كل المدرب كل مدرب انا اتكلم بصفه عامه انت تتكلم عن هذه الجزئيه انها خطأ انا اتكلم على كل مدرب انا على كل مدرب كل مدرب انا اتكلم الحشاش كان مدير الفريق وطلع انا اقول لك من يتحمل المسؤوليه تحملها اداره الانديه ادارات الانديه اداره الانديه يفترض ان ما في عندي لا مشرف لا مدرب لا مساعد مدرب اشوفه طالع باي حلقات كانت تلفزيونية وهذا غلط أنا أشوفه هذه بس موجودة بالكويت وهذا خطأ موجود اليوم لازم نتكلم في وضوح أنت وين شفت فيه البي إن سبورت ولا في الشركات الكبيرة إن مدرب يدرب مباراة بالليل يروح بعد شوي راح يطلع نبيل معلول أنا أعتقد وما يصير هذا أنا أقول لك ليش ما تصير ليش أنا بعد أنت مو من حقك تنتقد فريقك يعني أنت اليوم قاعد معي على طاولة تنتقد فريقي لا مو من حقك تنتقد فريقي تنتقد فريقي في حالة في شيء ثاني لكن اليوم تقعد معي في طاولة واحدة وتنتقد فريقي لا ما يصير في خاصة أنت تتكلم عن البرامج يعني تحلل على مبارياتي عن منو تتكلم بصفة عامة أنا أتكلم بصفة عامة أنت تقصد أنا أتكلم الحالة هذه يصير فيها ممكن هذا الباب النقاش يصير في مشاكل كثيرة أنا أقول أن هذه عندي أفضل دقيقة عندي اتصالات بس مالي توقف من الإدارات سعد العنزي توقف من الإدارات الأندية سعد هذا الحل المفروض نعم. تدخل الإدارات الأندية في هذا نعم. بس أخوي على كلام بدري إن شاء الله بس أخذ اتصالين أوكي أو اتصال واحد بس سعد العنزي مساء الخير أخوي عبد الله حياك الله أخوي سعد تفضل أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام وأشكرك على برنامج النادي أخوي عزيز وغالي حياك تفضل أول نقطة أقول أنا الإدارة العربي كافي بحاجة وإهانة الاسم العربي وتاريخه تغيير احترام الاسم والشعار العربي والجمهور العربي الوطني النقطة الثانية محترفين العربي مغلب كبير شربوا إدارة العربي والمحترفين لم يضيفوا الفارق وأتمنى تهدد الكبات على المحترفين النقطة الثالثة عمر العربي ما راح يتوفق بسبب الظلم وحافة المظلومين تحصل لبعض اللاعبين نعم. حتى البراعم وصل لهم الظلم نعم. ما أسلموا من الظلم بسبب المحسوبية والمصالح الانتخابية وأقول محمد إبراهيم أو مورينيو أو أي مدرب ما راح يتوفق مع العربي بوجود هالإدارة السيئة وجود التفرقة بين اللاعبين وسوء اختيار اللاعبين حتى بالتشكيلة الأساسية يتم ضرب كثير من اللاعبين المميزين وين شباب العربي وين العناصر الناشئة اللي قاعد تطلع وتغذي الفريق الأول هل يعقل فريق 17 ما يطعم فريق 19 بأي نادي صغير شكرا أخوي سعد شكرا أخوي سعد جزاك الله خير عادل نصار حياك الله تفضل ألو السلام عليكم أخوي عبد الله وعليكم السلام والرحمة حياك أخوي عادل تفضل ارحب فيك وارحب بحضورك حياك واتمنى الشفاء العاجل للشيخ طلال الفهد امين ان شاء الله امين يا رب العالمين ان شاء الله انا عندي ثلاث نقاط اخوي عبد الله بس مو بهاللعبه عندي على لعبه الغاتفيه والسالميه عسل يا اخوي عادل تفضل لان حاولت اتصل كذا مره استقل حياك اثر رجعي عندي ثلاث نقاط يا اخوي عبد الله تفضل عندك نص دقيقه اول شيء النقطه الاولى الحكم 90% مع السالميه النقطه الثانيه البلنتي مو بلنتي وهذا مو كلامي انا بس كلام العالم كلهم كلام بلنتي السالميه ولا بلنتي القادسيه لا القادسية لا أنا قد ساوي
مال السالمية بلنتي ولا لا؟ ما شافها بلنتي مليون بالأمية. بس جزاك لا ترد يلا كمل النقطة الأخيرة. النقطة الثالثة نزول عبد الغفور على ريل مطوع المفروض هو اللي ينطرد عبد الغفور. شكرا 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 اخوي عادل. انا قاعد اقطع على طول لان اخر الحلقه. انا تركي متصل من الاسطى اخوي تركي من السعوديه حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. تفضل اخوي تركي. احييك واحيي الموجودين معك. حياك. احب اقول يعني الان ثبتت ان الان تم ازاله الزعيم من العربي. ما يستحق ان يكون زعيم. نعم. لا زلت اقول الاداره لازم تستقيل. ما راح ياخذ البطوله ما راح يشم البطوله العربي طالما هذه الاداره موجوده. اخوي تركي انت عرباوي ذكرني بس. اي 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 تفضل. تفضل كمل. اي وسؤالي البدر حجي ارحب فيه. هذا اللاعب انا احبه. مشكور. ترى يا منو ما يحبه يا اخوي تركي؟ النادي العربي اثنينكم راح تطلعون درجه اولى. وكل ما قالك تفكر كاظم هو العربي. اثنينكم راح تطيحون درجة أولى. تفائل بالخير ولازم فريق واحد لا اثنين وتركي اذكرها اثنينهم راح يطيحون وراح يتنافسون على المركز الأخير. بس أنا سابقك بهذه يا أخ تركي. لا بعيدة المنال بعيدة المنال. خالد المطيري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. تفضل. يعطيكم العافية. يعافيك حياك الله. يرضى عليكم يعطيكم العافيه. ما تقصرون صراحه احنا مستانسين منكم وما شاء الله عليكم يعني خوش مجموعه. لكن انا يعني ابي انا اعقب بس والله باك بس عشان اخونا صالح مرزوق. تفضل. يعني معقول يا صالح مرزوق الله يرضى عليك انك تقول حق ربعك وجماعه المجموعه اللي عندك ان انتم لا توجهون المجموعه هذه هيئه الانضباط. طيب الانضباط يعني ينطر برنامجكم من اثرتوا على الكلام صراحه شغل دواوين. انت هني تقعد تحلل لنا وللجميع وللخليج شوف برنامجك الحين المشاهد من الخليج الكل قاعد يشوفك ان انت قاعد تزف ربعك. لا تقولون عشان ما تاثرون خلي ياثرون. اصلا هذا اللاعب اخلاقه صراحه مو زينه ويطق وكل لعبه يطق ربعه. احنا كمشاهدين ننضغط منه صراحه. يا اخي صلاح هذا اللاعب اصلا ما يرقى انه يكون في نادي الكويت نادي راقي اصلا. المفروض يختار لاعب اخلاقا قبل اللعب. او شو بيدك جاب لك نتيجه وانطرد يعني هذا حتى شكله قدام النادي والله مو حلوه. والله يعطيكم العافيه. جزاك الله خير. مشكور. جزاك الله خير. خالد ابو علي اروح حق تعقيبك مثل ما وعدتك بعد. طبعا انا اعقب تعطيني بس دقائق. ها احنا مو ضد ان لا يستفيدون. خلي يستفيدون مدربين يطلعون باي وقت. بس انت تطلع مثلا كل شهر تطلع لك برنامج فتره الظهيره. انت كمدرب عندك برنامج عندك متابعه اللاعبين عندك جدول عمل عندك قراءه الوضع عندك مباراه باكر تطلع لي بالليل. تطلع لي الساعه 1:30 تطلع من الاستديو زين شنو هالذهنيه اللي باكر عندك مباراه. وبعدين بيضيف الى ذلك انت تبي تطلع اكيد لازم تتكلم كل شفافيه تنتقد لاعبينك تنتقد ادائهم بتنتقد الفريق الثاني. زين ايش خليت اذا انت كل اللي تبي تقول بالملعب جبته وقلته بالتلفزيون ايش خليت. فأنا قاعد أعتقد إحنا خلنا نحترف خلي تصير احترافية بعمل مدرب. أنت كمدرب الله يغنيك ويزيدك يا أخي خذ اللي تبي تأخذه. فريقي قاعد يكفي تروح بعد تطلع بالتلفزيون وتطلع باللقاءات وتطلع بكذا. أنا أعتقد المدرب لازم يكون غامض. نعم. عمله غامض شغله غامض مو طالع 24 ساعة. سمحني بهذه دكتور محمد المشعل الأمانة شغله بالملعب اعتذر. محمد المشعل دكتور محمد المشعل اعتذر شغله بالملعب محترف هذا. ايه؟ خلاص أنت تيهني تنتقد أداء العربي ولا القادسية أو الكويت باش يغلبونك صعبة. مو بس كذا انت الوقت خلاص خليك في ملعبك وفي انتقادك وشغلك عن خير اللاعبين بالغرفه من يدري عندك. انت مو كذي عندك فريق رسمي فريق محترف جايب محترفين ولاعبين وعندك 30 لاعب. انت اذا تبي تداريهم وتقعد وياهم وتلاعب لاعب وتحط خطتك وهذا هذا يبي لك ترى عقليه ذهنيه يبي لك تجيلك اسئله محرجه. مخالد انت جايب حلقه لفريق خلينا نتكلم بامانه. كنت ضيف حلقه كذا مباراه. ايه؟ كذا مباراه كنت انت مدرب وعندك برنامج. ايه كنت لا ما عندي برنامج ولكن لو ما كان كذي. لا اول نتكلم عن اول لما كنت انا مدرب العربي دائما يدقوا تلفزيون الكويت يدق علي يروح مره بالشهر كذي. اعتذر والله صراحه اعتذر بس لما بعد خلاص يعني عندي 17 ولا بالمراحل لا اروح مراحل السنيه لا اروح يعني ما عندي فريق اول لا ما اروح لان مو من حقي انا انتقل للفرق الاخرى. مسؤوليه تواجه. اسمع راي كابتن بدر تحت مسؤوليه تواجه. إيه؟ يعني انا اليوم اتكلم
هذا من الخطأ أنا أقول لك، ونحملها مجلس إدارات الأندية. أنا في رأيي الشخصي هم من يحكمون هذا الأمر. وليش ما تحملها المدرب نفسه؟ لا كذلك حتى الإدارة تمنع المدرب. إيه. المدير كذلك قاعد معه. قصدي المدير. حتى مدارة الفرق نفس الموضوع موجود اليوم في بعض القنوات. وأنا أقول بصراحة يفترض مجالس الأندية هي اللي توقف هذا الشيء. نعم. ليش إن اليوم أنت تتكلم ما يخالف يكون ضيف أوكي. اليوم عضو مجلس إدارة أو مدير فريق أو مدرب يكون ضيف وناقش حالة تناقش مثلا اليوم شنو مشكلة نادي العربي تناقشها مع المدرب، لكن تكون بهالطريقة هذه أنا أعتقد حتى اللاعب اليوم ما راح يحس بالمسؤولية. باكر يقول حق مدرب أنت أمس طالع في حلقة بالليل بنص الليل تبي تحملني أنا المسؤولية، تحمل مسؤولية أنت. المدربين يفقدون بعضا من احترامه ولهم كل الاحترام صحيح. واضحة بس علشان أوضح، لأن في طبعا في ناس تحب تفهم الأمور غلط. إحنا قاعد نوجه الانتقاد لشخص مدرب وليس لبرنامج. أكيد أكيد ما في أوضح من اللي أنا قاعد أقوله باختصار مفيد. مباريات الغد القادسية والنصر، كاظمة والسالمية، توقعات كابتن بدر بوفهد. كاظمة والسالمية نتيجة كاظمة. خلي سولف عن كاظمة شوية عند والله ما عندي وقت والله. لا سولف إيه شبع. هو قال. شوف فريق متطور حقيقة السالمية. يعني عكس نادي كاظمة، نادي كاظمة حاليا يعيش مثل نادي العربي. توقع. توقع السالمية 1-0. السالمية 1-0. نعم. كابتن عايد. السالمية دبت فيه الخلافات. اليوم فهد الرشيدي. صار له يومين. ما يلعب فهد. أنا خاف الطير. ما يلعب فهد. ركن أساسي في نادي السالمية. أثنين. بس ذاك اليوم حارس البديل. ما أبدع. بدون نتيجة بالتوقعات. أنا أخي أنا أتوقع. ما أتوقع. 2-0 كاظمة. ها. كاظمة. حبيبي. ها عند الله. هيك يا حسن. كوبر تشمني. وعلي انا بستخدم الجوكر 3-1 السالمية. سجلها يا كنترول 3-1 السالمية استخدام الجوكر. ابو مشاري 2-1 كاظمة. 2-1 كاظمة. 1-0 كاظمة. 1-0 قادسية السالمية. كاظمة قادسية والنصر. تفضل يا ابو النصر. تفضل يا ابو رضوان. 1-1. 1-1 3-1 القادسية. 3-1 القادسية. ابو علي 2-0 القادسية. 2-0 القادسية. ابو مشاري 2-1 القادسية. 2-1 القادسية. ابو خالد 3-1 القادسية. 3-1 القادسية. شكرا للمتابعة. شكرا للمشاهد. شكرا لمن اتصل. اشكر ضيوفي كلن باسمه. نشوفكم على خير الاثنين القادم. مع السلامة.